صباح الخير يا سنة تانية، هنستكمل كلامنا عن التاريخ البطلمي وثاني ملوك البطالمة في مصر اللي هو بطلميوس الثاني فيلادلفوس. After about 2 years of his co-regency with Ptolemy the First, زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن بطلميوس الأول في أواخر حكمه أشرك ابنه بطلميوس الثاني معاه على العرش. بعد سنتين تقريبا من هذه الشراكة على الملك، Ptolemy the Second get access to the throne after the death of his father in 283 or 282 BCE. He was crowned as a pharaoh in 282. يعني تم تتويجه بشكل رسمي، الوثائق بتذكر ان هو تم تتويجه بشكل رسمي في هذه الفترة. Ptolemy the Second was taught by the Greek philosopher Straton of Lampsacus. دايما الملوك البطالمة كانوا بيهتموا جدا بتعليم ابنائهم، وخصوصا لو كانوا من الطبقة العليا، فما بالك بالملك. فهو عين له فيلوسفر مخصوص لتعليمه، سواء بقى الادب اليوناني، فنون القتال، اللغة اليونانية، علشان يقدر بعد كده يؤهله لتولي الحكم. هنرجع تاني كده الخريطة بتاعت أبناء بطلميوس الأول. احنا عندنا قلنا ان هو في الأول خالص اتجوز واحدة اسمها أرتكاما، she was a Persian woman، ومخلفش منها أولاد. كان عنده sons from Eurydice، الزوجة التانية لبطلميوس الأول. وقلنا Ptolemy Kyranos he appeared after that in with Lysimachus and Seleucus، هو ظهر بعد كده في سوريا لأن تم استبعاده عن الحكم. ميليجر and Lysandra البنت الصغرى، وليساندرا بعد كده هتلعب دور زي ما هنقول. sons of and daughters from Berenike the First اللي هي جت واستولت على العرش او اصبحت هي الملكة ونجحت في استبعاد يوريديكي. برينيكي الأول كان برضو عندها ثلاثة، أو ذكرت الوثائق ثلاث أبناء، فيلوتارتا، أرسينيوي the second، وأرسينيوي the second بنتها مارد لسيماخوس of Thrace and he was during that time 60 years old، كان رجل عجوز. وكان عنده أبناء من زوجته الرئيسية، Ptolemy the second اللي هو تولى العرش، مارد daughter of Lysimachus، وزي ما قلنا ان دوت كان زواج سياسي، and the daughter of Lysimachus was called Ptolemy the first. طيب وليساندرا هنا اللي هي بنت يوريديكي اتجوزت أغاثوكليس. أغاثوكليس دوت هو ابن لسيماخوس، ابن لسيماخوس، يعني لسيماخوس زوج بنته أرسينوي the first to Ptolemy the second، وزوج ابنه لليساندرا. معنى كده ان البيت البطلمي والبيت السلجوقي حصل ما بينهم نسب، او حصل ما بينهم عقود زواج كتير جدا لتدعيم، علشان ما فيش حد يغدر بالتاني، يعني هو ده مفادها. يعني Ptolemy the second married Arsinoe, daughter of Lysimachus of Thrace, and she gave birth to Ptolemy the third, اللي هو هتولى العرش بعد أبيه، Lysimachus. Lysimachus دوت على اسم مين؟ على اسم أبو Arsinoe the first، يعني وبرينيكي على اسم والدة Ptolemy the second. يعني هو كان عنده Ptolemy the third اللي هو هيبقى هيحكم مصر بعد أبيه، ولسيماخوس على اسم حماه اللي هو أبو أرسينوي الأولى، وبيرينيكي على اسم والدته من والدته يعني. طيب هنرجع تاني للخريطة دي وهنسأل سؤال مهم جدا: How many times was Arsinoe the second coronated as a queen؟ وليه هنقف عند أرسينوي الثانية بالذات؟ لحاجة مهمة جدا، ان أرسينوي الثانية اللي هي دي هتلعب دور مهم جدا في هذه الفترة، وهنقول ليه. لان هي كانت شخصية قوية جدا، وكانت شخصية محبة للسلطة بشكل كبير جدا جدا جدا، وعلشان كده لازم نقف عندها. زي ما قلنا كده ان in 300 BC Arsinoe the second the sister of Ptolemy the second she became the wife of Lysimachus of Thrace who expanded his power over Macedonia as well. يعني كان عرشه او ملكه امتد حتى منطقة مسيدونيا نفسها. Arsinoe the second became here the queen for the first time. تم تتويجها ان هي ملكة باعتبارها ان هي زوجة الملك لسيماخوس، اصبحت ملكة للمرة الاولى. But she was seeking for power.
وكانت خايفة من ايه؟ كانت خايفة ان ابن الكبير، وخلفت من لسيماخوس طفلين، فكانت خايفة ان ابنه اللي هو أجاثوكيس يتولى عرش ابيه، وبالتالي ان ابنها او ابنائها ما يوصلوش للعرش. فعملت الحقيقة conspiracy، she made a conspiracy to kill أجاثوكليس، ان هي تقتله خلاص، لان هو كان يعني وريث ابيه على العرش. وفعلا أجاثوكليس was killed in 283 BC and a year later Lysimachus died in 281. يعني هي قتلت ابن زوجها وريثه على العرش، وبعدها بسنة جوزها توفى أو زوجها الملك توفى. بعد موت زوجها أرسينو ذا سكند خايفت إن يحصل حالة من حالات الفقر، لأن هي قتلت وريث الحكم، يعني وريث عرش أبي اللي هو أجاثوكليس، فخافت إن يحصل حالة من الصقر وإن هما ينتقم منها وإن يعني يقتلوا أبنائها. فأرسينو ذا سكند fled away after the death of husband Lysimachus. أرسينو ذا سكند and her two sons fled. يعني إيه fled؟ يعني هربوا. because she was afraid that her sons, the only heirs of Lysimachus، اللي هم الوارثين الوحيد لعرش أبيهم في هذه الفترة، would have been killed، إن هو يتم الصقر لقتل أجاثوكليس بقتل إيه ولادها. ف she fled to مين بقى؟ she decided to marry her half brother Ptolemy Kyranus. هربت وراحت منطقة سوريا وتزوجت أخيها الغير شقيق بطولومي كيرانوس، and she was crowned for the second time as a queen by the Macedonian military council. Macedonian military council يعني المجلس العسكري المقدوني، توجها كملكة للمرة الثانية. يعني المرة الثانية أصبحت أرسينيو الثانية ملكة. يبقى لغاية دلوقتي هي اتوجت المرة الأولى بزواجها من لسيماخوس أوف ثريس، بعد قتلها لابنه أجاثوكليس، وبعد موت زوجها لسيماخوس هي خافت فراحت إيه جارية وتزوجت أخوها الغير شقيق بطولومي the second، and she was crowned by the Macedonian military council to be the queen for the second time. طيب بطولومي كيرانوس الحقيقة راح أعمل حاجة مهمة جدا، راح قاتل أبنائها الاثنين. يعني after the marriage Ptolemy Kyranus killed the two sons of Arsinoe the second. طبعا هي أساسا يعني من قدر الموت وهربت لأخيها، وأخوها نفسه هو اللي قتل أبناء أخته وأبناء زوجته الاثنين. ففي حالة ديت هي هربت، سابت منطقة سوريا وراحت على منطقة مصر عند Ptolemy the first اللي هو أخوها الشقيق، اللي هو كان متزوج بنت لسيماخوس أرسينوي الأولى. تمام. أرسينوي the second succeeded she was after the death of her two sons she fled to Egypt for the second time. She fled to Egypt to her brother Ptolemy the second. طيب هي هل هي قعدت في القصر كأخت البطلميوس الثاني، لأن بطلميوس أو بطلميوس الثاني، لأن بطلميوس الثاني كان في الحقيقة متزوج؟ لا، هي الحقيقة تزوجت أخوها الشقيق بطلميوس الثاني، واستطاعت استبعاد أرسينوي الأولى من على العرش. يعني نفس اللي عملته والدتها برنيكي الأولى مع يورديكي، عملته أرسينوي الثانية مع أرسينوي الأولى. تاني نقول إن برنيكي الأولى، فاكرين قلنا إن برنيكي الأولى استطاعت استبعاد يورديكي من على العرش وخلتها تسيب مصر خالص هي بولادها وراحوا منطقة سوريا. نفس القصة تكررت، التاريخ بيعيد نفسه، إن أرسينوي الثانية حزت حزو وخطت خطوات والدتها في إن هي استبعدت برضو أرسينوي الثانية من على العرش، وأصبحت هي زوجة بطولومي the second. تمام. أتمنى تكون الجزئية ديت مفهومة. يبقى أرسينوي الثانية succeeded in banishing. يعني إيه banishing؟ يعني استبعاد the queen Arsinoe the first to Koptos. يعني إيه Koptos؟ Koptos ديت هي منطقة اسمها قفط حاليا، وهي موجودة في محافظة قنا. After that Ptolemy the first and Arsinoe the first Ptolemy the second قصدي and Arsinoe the second the complete siblings married. يعني إذا complete siblings الإخوات الأشقاء were married. By that way Ptolemy the second became the queen for the third time. أصبحت ملكة للمرة الثالثة.
يبقى كام؟ How many times was Arsinoe the second crowned as a queen? She was crowned as a queen for three times. The first time when she married Lysimachus, the second time when she married Ptolemy Kyranus, and finally when she married Ptolemy the second. How many times was Arsinoe the second crowned as a queen? اللي هي دي أحد التماثيل أو أحد الرؤوس اللي بتمثل الملكة أرسينوي الثانية. She was crowned for three times as a queen. First coronation, her marriage to Lysimachus of Thrace. Second coronation, her marriage to her half-brother Ptolemy Kyranus, who killed her two sons. And the third coronation, her marriage to her brother Ptolemy the second. زي ما قلنا Arsinoe the second sister, complete sister of Ptolemy the second, could banish Arsinoe the first daughter of Lysimachus. And Arsinoe the first fled to Coptus, وقلنا Coptus دي فين اللي هي now قفت قنا government. Ptolemy the second and Arsinoe the second, the complete siblings married. The marriage of the two siblings was a scandal according to the Greek tradition. ليه؟ لأن اليونانيين ما كانوش عندهم ثقافة زواج الإخوات، ودي تعتبر كان بالنسبة لهم كارثة، وكثير من الفلاسفة يعني والكتاب كتبوا عن الحكاية دي إن دي تعتبر كارثة في حد ذاتها. لكن نتيجة إن أرسينوي الثانية كانت محبة جدا للسلطة فهي تزوجت أخيها. Arsinoe the second was the first leading female character in the Ptolemaic history of Egypt. هي أكتر واحدة أو أول واحدة برز اسمها في التاريخ البطلمي. She shared her brother and husband Ptolemy the second his cult worship. أصبح ليهم عبادة وعبادة يعني دينية خاصة بهم. She played an active role يعني active role دور نشيط جدا in the external policy of Egypt. أصبح ليها يعني دور سياسي خصوصا في السياسة الخارجية لمصر. أصبحت العملات والنقود بتسك بشكل بطليموس الثاني مع أخته أرسينوي الثانية، ودي أحد العملات. By the time of Ptolemy the second, the external policy ده بالنسبة لجزء أرسينوي الثانية شرحناه. هندخل بعد كده على the external policy of Ptolemy the second. By the time of Ptolemy the second, there was a friendly political relationships between Rome and Alexandria. بدأت منطقة روما تظهر أو تصعد قوتها، فأصبح هناك علاقات لطيفة وعلاقات دبلوماسية كويسة جدا ما بين اسكندرية وروما. طيب حاجة تانية، Ptolemy the second has a strong relationships with Greece and Rhodes. أهل رودس من أيام والده هم كانوا بيقدسوا جدا أو بيحترموا جدا والده بطليموس الأول لأن هو أنقذهم، فبالتالي هو استمرت العلاقات الطيبة ما بين مصر and Rhodes and Greece. The authority of the Ptolemaic Empire extended also southwards as far as Lower Nubia. المملكة البطلمية امتدت أطرافها الجنوبية حتى منطقة Lower Nubia اللي هي النوبة الشمالية. This area extended between the first and the second cataract between Elephantine and Wadi Half. المنطقة اللي سيطرت عليها بطليموس الثاني اللي هي المنطقة ما بين first and second cataract اللي هو الجندل الأول والجندل الثاني لنهر النيل. خلاص، in this place golden mines in the mountains of Wadi Allaqi were placed under the Ptolemaic control. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأماكن اللي كان فيها الذهب كانت موجودة في منطقة اسمها منطقة وادي العلاقي في لور نوبيا، وسيطر عليها بطليموس الثاني. Ptolemy the second set a campaign. يعني إيه set a campaign؟ يعني وجه حملة to the golden mines of Wadi Allaqi لأسباب، ثلاث أسباب رئيسية. أول حاجة to the golden mines علشان يسيطر على الgolden mines هناك. To pacify يعني إيه pacify؟ يعني يحمي خلاص، أو يعني يحمي هذه المنطقة. To pacify the southern borders of Egypt، يحمي الحدود الجنوبية المصرية. And also to supply Egypt with African elephants used in the battlefield. إيه حكاية الأفريكان elephants؟ بدأ استخدام الأفيال في المعارك الحربية، وظهر كتير جدا من الأفيال في مصر في كتير من المعارك اللي هيستخدمها بعد كده بطليموس. أدي شكل الأفيال. African elephants were fetched from the area around the fifth cataract of the Nile around Meroe. يعني عادة كان بيتم جلبها من منطقة الجندل الخامس from the southern shores of the Red Sea or from the southern shores of the Red Sea على الشواطئ الجنوبية المطلة على البحر الأحمر. دايما كان بيبقى فيها موجود فيها أفيال، فهم بدأوا يجلبوا الأفيال لاستخدامها وتدريبها بعد كده في المعارك الحربية.
Expeditions to capture war elephants were done from the reign of Ptolemy the second till the reign of Ptolemy the fourth. استخدام الأفيال أو الأفريكان elephants كانت مستخدمة في مصر في المعارك في عصر البطلمي من عصر بطلميوس الثاني حتى عصر البطلميوس الرابع. طيب ده كان السياسة الخارجية، أبرز السياسات الخارجية في عصر بطلميوس الثاني كانت حربين، الحرب السورية الأولى والحرب السورية الثانية. طيب الحرب السورية الأولى the First Syrian War it occurred between 274 BCE and 271 BCE. اللي حصل إن سليوكس the First الملك السليوقي was succeeded by his son Antioch the First Soter. Antioch the First دوت هو أصبح ملك على منطقة Seleucid Empire. The Seleucid Empire expanded from Dandarilis to India, controlling over the Seleucid Syria. أصبح هم بيسيطروا على منطقة سوريا خلاص وعلى الحدود الشرقية لمصر. طيب الناحية التانية بقى، meanwhile Magas ظهر واحد اسمه Magas. He was appointed himself the king of Cyrenaica. سيرنايكا زي ما قلنا هي منطقة أو الجزء الشريط الشمالي من منطقة ليبيا حاليا، وظهر ماجاس وقال لا إن هو كينج أوف سيرنايكا، إن هو ملك قورينا اللي كانت بتقع تحت إمرة الحكم البطلمي. تمام، ماجاس مارد ذا دوتر اوف انتيوخ ذا فيرست نيمد افامي. يعني ماجاس علشان يقوي حكمه وعلشان يقدر يواجه بطلميوس الثاني تزوج من بنت انتيوخ ذا فيرست، وبالتالي أصبحت مصر محاصرة ما بين قوتين. By this way, Ptolemy the second faced two political forces, Antioch the first in the east and Magas in the west. أصبحت البطولميك إمبار يحدها شرقا أنتيوخ the first who succeeded Seleucus the first on the throne of the Seleucid Empire and Magas who proclaimed himself to be the king of Cyrenaica which was under the Ptolemaic authority during the reign of Ptolemy the first. خلاص فأصبح يحدها قوتين، والقوتين عايزين إيه يعني يواجهوا بطلميوس الثاني. طيب ماجاس اوف سايرين، ماجاس was the half brother of Ptolemy the first. يعني هو كان الاخ الغير شقيق من بطلميوس الثاني. ليه بقى؟ لان برينيكي الاولى كانت متجوزه قبل ما تتزوج بطلميوس الاول، كانت متزوجه من حاكم سيرينايكا وخلفت منه الولد اللي اسمه ماجاس. خلاص in 270 BC Magas set sail from the city of Paraetonion. Magas الأخ الغير الشقيق لبطلميوس الثاني، زي ما قلنا تاني إن والدته برينيكي الأولى قبل ما تتزوج بطلميوس الأول كانت متزوجة من حاكم قورينا وأنجبت ماجاس. ماجاس عمل حقيقة حملة كده بحرية وصل لغاية باراتونيون. خلاص باراتونيون اللي هي مرسى مطروح حاليا، وكان عايز يتوجه للإسكندرية اللي هي العاصمة علشان يواجه بطلميوس الأول. However, he had to go back because of a revolution that broke out in the Libyan nomads. يعني للأسف هو تداولت أخبار، تم تداول أخبار إن البدو الليبيين أو المنطقة القبائل الليبية عملت ثورة على حكم ماجاس، فاضطر إن هو يتراجع ويرجع تاني سيرنايك. For about two decades عقدين زمنيين يعني 20 years Magas continued to rule سايرين. هو كان حاكم لسايرين. Where there was a great cultural awakening like that of Alexandria. الحقيقة Magas كملك قورينا ما كانش وحش أبدا، لا هو كان بيهتم بالعلم والثقافة، وأصبحت سايرين أو قورينا اللي هي في منطقة سيرينايكا كانت أحد المراكز الثقافية التي يعني تنافس اسكندرية ثقافية. ده بالنسبة لماجاس اللي كان بيحد المملكة البطلمية من الغرب. طيب ايه اللي حصل من ناحية الشرق من ناحية انتيوخس؟ In 274 to 271 BC Ptolemy the second undertook a military campaign against the Seleucid Antiochus in Syria. هو الحقيقة عمل حضر حملة عسكرية لمواجهة انتيوخس في سوريا. Antiochus had a strong military units in بابلون في منطقة بابل and used about two Asian elephants. هو كان بيستخدم الأفيال الأسيوية. طيب يبقى معنى كده ان زي ما قلنا ان بطلميوس الثاني كان بيستخدم الأفيال الأفريقية، والسكيت امباير كانت بتستخدم الأفيال الأسيوية.
وهنشوف بعد كده قد ايه ان الافيال الاسويه كانت مدربه اكثر، كانت من ناحيه كفصيله كانت اسرع في الحركه لان هي اخف في الوزن، فبالتالي كانت اسهل في الاستخدام في المعارك الحربيه. بطلمي ذا سكند اند ارسينوي ذا سكند، الملكه القويه الشكيمه ذات الشخصيه القويه رفقت زوجها شخصيا في هذه المعارك. بطلمي ذا سكند اند ارسينوي ذا سكند went personally to the borders of eastern delta to organize the defense there. توجهوا بجيوشهم للحدود الشرقية لمنطقة الدلتا علشان يواجهوا أنتيوخس. In 271 BC, Antiochus decided not to complete the conquest because of two reasons. هو للأسف ما اضطر ان هو ينسحب من المعركة من الحرب السورية الأولى لحاجتين. Because of plague which spread in Babylon, يعني بسبب انتشار مرض الطاعون هناك, and the economic crisis there, وأصبح هناك بقى طبعا نتيجة وجود مرض زي الطاعون فأصبح هناك كساد اقتصادي والناس حصل زي مجاعة والناس بدأت تعاني, فاضطر ان هو يسحب قواته ويرجع تاني لمنطقة حكمه. Suddenly, فجأة وبدون الدخول في الحرب, بطولمي the second appeared as a victorious king. يعني قال ان هو خلاص يبقى هو انتصر بما ان انتيوخس انسحب من المعارك, فاذا هو بطولمي ذا سكند اعتبر نفسه ان هو انتصر. He appeared or proclaimed himself as a victorious king, اعلن نفسه ان هو الملك المنتصر. And succeeded in remaining Damascus under the Ptolemaic authority, قدر ان هو يحمي جزء بتاع بطولمايك سوريا ومنطقة دمشق ديت برضو استمرت تحت امرة الحكم البطلمي. دي كانت الحرب السورية الأولى ما بين البوتولمايك امباير and the سيلوكيد امباير. طيب هل انتيوخث the second اللي هو خليفة أبيه انتيوخث the first هيرضى بهذه النتيجة؟ أبوه انسحب لأسباب أولها انتشار مرض الطاعون, وتاني حاجة الكساد الاقتصادي اللي ساد الشعب. ده اللي هنعرفه. هنلاقي ان انتيوخوس ذا سكند سكسيدد هيز فازر تو ذا سيلوكيد امباير, هو تولى عرش بعد ابيه. هي وونتد تو ريفنج فور ذا فيرست سيريان وور, الحقيقه هو كان جاي ينتقم من اللي حصل في الحرب السوريه الاولى لان هو حس ان ابوه كان عنده قوه عسكريه كبيره جدا وكان جايب 20 ايجين اليفنتس ومدربين بشكل اكبر, وبالرغم من كده ظهر بطلميوس الثاني ان هو المنتصر, فكان عايز ياخد او يثأر لهذه الهزيمه الشنعاء. طيب Antiochus the second attacked Ptolemy the second, was supported by the island of Rhodes. هي أهل رودس كانوا واقفين دايما مع Ptolemy the second احتراما لذكرى أبيه Ptolemy the first. Due to the close commercial relationships between Egypt and Rhodes during that time. خلاص يعني the second Syrian war, ادي Antiochus the second, and as we said before, Antiochus the second tried to revenge the withdrawal of his father, انسحاب أبيه from the battlefield, and he tried to face Ptolemy the second who was supported by the island of Rhodes. In 259 BC, the conflict arose between Ptolemy the second and Antiochus the second. بدأت المناوشة تحصل في المنطقة بتاعة Asia Minor. طيب during that time, Ptolemy the second حصل معاه حاجة بقى مهمة جدا. He faced a revolution against him in Iona. إيه هي منطقة إيونا؟ إيونا ديت it's an ancient region in the central part of the western coast of Anatolia. منطقة كده في على الساحل الغربي لمنطقة أناتوليا, يعني هي بتقع في يعني حاليا في جزء بتاع تركيا, وبدأوا وهي كانت تحت سيطرة الحكم البطلمي بشكل كبير, ولكن بدأوا يعملوا ثورات ضد Ptolemy the second. Iona was originally under the Ptolemaic control during the reign of his father Ptolemy the second. Therefore, this revolution was named Ptolemy the son's revolts. أصبحت تسمى بالثورات ضد بطلميوس الابن. مين هو بطلميوس الابن؟ اللي هو بطلميوس الثاني. منطقة إيونا ديت اللي احنا قلنا بتقع على الساحل الغربي لمنطقة أناتوليا تركيا حاليا, ثارت made a revolution against Ptolemy the second. And it was under the Ptolemaic Empire authority during the reign of Ptolemy the first. علشان كده الثورات دي كانت بتسمى بإيه؟ Ptolemy the son's revolts, الثورة ضد بطلميوس الابن.
The revolution was led by a person called the tyrant Timarchus of Miletus. The tyrant يعني الطاغية، الطاغية تيمارخوس. الطاغية تيمارخوس دوت هو الذي قاد الثورة ضد بطولمي the second، وهو كان جاي من مدينة اسمها ميليتوس، هنشوفها حاليا دلوقتي على الخريطة. طيب الأمور توترت أكتر because the tyrant Timarchus دوت عمل إيه؟ He killed the Ptolemaic general in Samos، أحد القواد الموجودين في منطقة أناتوليا، في منطقة اسمها ساموس. He was killed by the tyrant of Timarchus، قتله. By the end of 259 BC Egypt lost its authority and agency، مصر فقدت سيطرتها على بحرية أو هذه المنطقة، لأن the tyrant Timarchus قتل البوتولوميك جنرال in Samos. علشان نتخيل الموضوع بشكل أكبر، ده الميديتيرينيان سي، آدي ميليتس خلاص تمام، اللي ظهر فيها the tyrant Timarchus أوكي، وإيونا هي المنطقة دي ماشي شباب. The tyrant Timarchus of Miletus he killed the Ptolemaic general in Samos، ادي Samos قريبة جدا اهي تمام. وبكده فقدت مصر its control، the Ptolemaic empire lost its control on the agency، على المنطقة دي بدأت تفقد سيطرتها. The rule of Timarchus in Miletus، الحقيقة حكم الطاغية Timarchus in Miletus didn't last for a long time. ليه؟ لأن الحقيقة أنثيوخس الثاني in 259 and 258 BC Antiochus the second liberated، يعني إيه liberated؟ حرر، liberated Miletus from the rule of the tyrant Timarchus. الحقيقة Timarchus هو كان يقال عليه Timarchus الطاغية، ده دليل إن هو كان شخص ظالم وكان شخص غير محبوب، فأنتيوخس حرر أهل Miletus من حكم التايرنت Timarchus، التيمارخوس الطاغية. Antiochus the second by this way gained control over Miletus and Samos، هو اللي استطاع إن هو يبقى يعني يسيطر على الجزئية بتاعت ميليتس أند سامس. نشوفها تاني على الخريطة، يعني ظهر ميليتس أنتيوخ ذا سكند جه وحرر ميليتس من حكم الطاغية تيمارخوس وسيطر على ميليتس وسامس في الجزئية دي. In the sea battle، حصلت كل ده في الحرب السورية التانية. In the sea battle of Ephesus in Greece، حصل حرب أو باتل اسمها معركة Ephesus in Greece. The Seleucid fleet defeated the Ptolemaic fleet. الحقيقة أنتيوخس انتصر، أسطول أنتيوخس الثاني انتصر على أسطول بطلميوس الثاني. ثاني أسطول أنتيوخس الثاني اللي هو ابن أنتيوخس الأول، اللي هو ابن Seleucid the first، خلاص كده انتصر على بطلميوس the Ptolemaic fleet of Ptolemy the second. Ephesus was under the Seleucid control. معنى كده ان الحرب السورية التانية دايما كانت في صالح الجانب السوري. مصر خسرت في الاول ميليتس، خسرت ساموس، وخسرت منطقة اسمها Ephesus in ancient Greece. هي حاليا طبعا برضو جزء في تركيا، هقول لك هي فين بالظبط. شايفين ما في مدينة كده تركية اسمها إزمير، هي تحتها إفسس ديت، هي موجودة في تقريبا في الجزئية دي. معنى كده ان مصر خسرت حتى الآن ثلاث أجزاء أو ثلاث نقاط رئيسية في هذه المكان. أول حاجة Antiochus the second liberated Miletus from the rule of the tyrant Timarchus. He could control over Miletus and Samos. And after the battle of Ephesus, which is located here, he gained the control over Ephesus. طيب Antiochus the second made an alliance. يعني إيه an alliance؟ عمل تحالف مع Antigonus Gonastas, king of Macedonia. لو أنتوا فاكرينه Antigonus Gonastas دوت هو king of Macedonia، عمل تحالف معاه، كل دوت علشان يضغط على المملكة البطلمية وياخد منها يعني ويحصرها من كل الجهات. وبطولمي the second made an alliance with some of Greek islands، عمل برضو نتيجة علاقاته التجارية القوية، فهو كان إلى حد ما شخص يعني محبوب أو بيحمل كثير من الجزر اليونانية كانت بتحمله الدعم،
فعمل تحالف معاهم، فأصبح هنا أنتيوخس و could control over two three places Samos, Miletus and Ephesus which were once under the Ptolemaic authority made an alliance. وقلنا alliance يعني إيه؟ يعني تحالف with Antigonus Gonastus king of Macedonia and they faced Ptolemy the second who made an alliance يعني تحالف with some Greek islands the S is silent Greek islands. In the naval battle of Kos in 255 BC ادي المعركة الثانية بعد معركة افسس، كل ده احنا في الحرب السورية الثانية. Antiochus II and Antigonus Gonastus defeated Ptolemy the second. معنى كده ان هو تعرض الهزيمة لمرة تانية في الباتل اوف كوس. هنشوف باتل اوف كوس هي تقريبا كوس هي في هذه المنطقة. نجيب لكم خريطة افضل، ادي اهي كوس خلاص. يبقى هو اتهزم هنا. He was defeated for another time. He was Ptolemy the second lost his control in Miletus, lost his control in Samos, lost in control after the battle of Ephesus and also lost the control of Kos after the battle of Kos. This is all of these places became under the Seleucid authority after the second Syrian war. إيه اللي حصل؟ The end of this conflict between Ptolemy the second and Antiochus the second was supported by Antigonus Gonastus اللي هو king of Macedonia. The Macedonian king controlled over the city-states of Greece في هذه بعد طبعا الحروب والمعارك دي في الحرب السورية الثانية، استطاع الملك المقدوني يسيطر على the city-states of Greece يعني المدن اليونانية في بلاد اليونان. And Antiochus the second regained the power in Sicilia and Pamphylia. لو انتوا فاكرين قلنا ان بطليموس الاول كان مسيطر على منطقة اسمها سيسيليا ان بامفيليا اللي هي في منطقة اناتوليا او تركيا، لا انتيوخوس السكند اخذهم من المملكة البطلمية which had been lost in the first Syrian war. في الفيرست سيريان وور هو كان خسرهم، لا هو اكتسب الارض دي مجددا بعد انتصاراته الكثيرة جدا على بطليموس الثاني. خلاص المنطقة دي كلها اصبحت تحت امرة انتيوخوس السكند. طيب بطولمي the second wanted to regain his power طبعا بعد ما خسر قدام أنتيوخ the second، هو عايز يكتسب بعض الأرض في منطقة قورينا اللي هو الذراع الغربي لمصر. He wanted to regain his power on Cyrene by diplomatic means بطريقة دبلوماسية أكتر، وعلشان كده he married his son Ptolemy the third to the daughter of Magas who was called later Berenike the second. تزوج ابن بنته زوج ابنه بطولمي the second لبنت ماجاس اللي هو كان حاكم سايرين وأصبح اسمها بعد كده برينيكي the second. And also he married his daughter who was called برينيكي سيرا خلاص to the Seleucid king Antiochus the second يعني اللي كان بيحاربه دوت واللي هزمه هزيمة منكرة. بطولمي the second زوجه بنته اللي أصبحت تعرف في الوثائق باسم برينيكي سيرا. الـ internal policy دي كانت الـ external policy، وأهم محطتين في الـ external policy في Ptolemy the second the first Syrian war was he became victorious. He was proclaimed himself as a Victorian king, victorious king without any يعني بدون أي خسائر without any losses. The second Syrian war the Ptolemaic يعني Ptolemaic army was defeated by the Seleucid army. Type internal policy of Ptolemy the second. In 270-269 BC, Ptolemy reconstructed Suez Canal, منطقة قناة السويس, which had been silted over since the Persians. منطقة قناة السويس اللي كانت موجودة من عصر الدولة الحديثة كانت بتربط ما بين البحرين الأبيض والأحمر. كانت يعني دردمت في عصر البرشنز ولكن هو أعاد حفرها تاني بطليموس الثاني. This canal ran from the east Delta nearby Bubastis till the Gulf of Suez. كانت بتجري من منطقة Eastern Delta لغاية منطقة السويس كانال. By the mouth of the canal nearby modern Suez, the king constructed a Greek city was called Arsinoe على اسم زوجته وشقيقته في نفس ذات الوقت أرسينوي. يعني عمل مدينة اسمها إيه أرسينوي الثاني. A small colony was constructed يعني عمل حامية أو مقاطعة صغيرة اسمها برينيكي على اسم والدته.
now between the cities of إيلات and العقبة، ما بين منطقة حاليا إيلات والعقبة بتقع مدينة اسمها برينيكي. يعني هو عمل مدينتين، أول حاجة اسمها أرسينوي وبعد كده واحدة تانية اسمها برينيكي. Egypt imported incense، كانت بتستورد التوابل والبخور والعطور and other wares from the Arab Peninsula، من شبه الجزيرة العربية. Therefore about 270 harbors، about يعني تقريبا 270 ميناء، يعني مواني صغيرة كانت موجودة في على شاطئ البحر الأحمر لاستقبال هذه البضائع. Were constructed along the Arabian coast from Suez Gulf till باب المندب. One of these harbors is called Meos Hormuz، أحد أشهر هذه المواني كان اسمها ميوس هورمس، وحاليا هي مدينة القصير لو تسمعوا عنها. آدي هو اشتهر جدا بطليموس الثاني بأن هو عمل كثير جدا من المواني أو المراكز على طول البحر الأحمر، وأهمها مثلا آدي برنيكي، آدي موقع مدينة اللي اسمها برنيكي أهي، وادي ميوس هامرس اللي هي حاليا القصير، ومواني كتير جدا. Ptolemy II established many bases along the island of Massawa, Eritrea, في منطقة أثيوبيا, such as Adulis, to be the center of importing African elements. يعني أنشأ بعض الأماكن على طول في منطقة أثيوبيا لجلب الأفيال الأفريقية التي كانت تستخدم in the battlefields. برضو من الحاجات اللي نحب نقولها ان the Ptolemaic army consisted mainly of Greeks and Macedonians. الجيش المصري او البطلمي كان بيتكون بشكل اساسي من البطلمة، من اليونانيين والمقدونيين. By the time of Ptolemy the second، وده كان في عصر بطلميوس الاول، لكن في عصر بطلميوس الثاني ادخل بعض العناصر المصرية في الجيش. The Egyptians were involved in the troops of the king and fought with him in غزة، وده اللي هنشوفه بعد كده في الحروب.